تحية لكم مشاهدينا في كل مكان، والعصا البيضاء حركة آمنة للمكفوفين. تحت هذا الشعار ينطلق اليوم العالمي للعصا البيضاء، وهي أيضا مساحة للحديث عن حقوق أصحاب تحدي الإعاقة البصرية. فلهم جميعا نقول صباحا، كل عام وأنتم جميعا بألف خير، كل عام وأنتم جميعا تتمتعون بمختلف حقوقكم. سعداء أن يكون معنا للحديث حول هذا الموضوع دكتور محمد سعيد عمر، رئيس جمعية خريجي جامعة الخرطوم ذوي الإعاقة، والأستاذ الجامعي بمختلف الجامعات أو عدد من الجامعات السودانية. مرحبا بك وصباحك خير، وكل عام وانت بألف خير. مرحبتين، اهلا وسهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين، وكل المعاقين في بلادي وفي كل العالم بخير وامن وسلام. ونحن الليله بنحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء، يوم المكفوفين، ويوم اصحاب الاعاقه البصريه، يوم 15 اكتوبر بيمثل لنا عيد، لانه بدينا رمزيه كبيره لنا نحن كمعاقين بصريين، لكل المعاقين، لانه ده نحن بنفتكر انه ده اليوم بتاع إمكانية الوصول. يعني احنا نتكلم دائما عن إمكانية الوصول في الحركة، في الشارع، الوصول للمعلومات، الوصول للمكتبات، الوصول لكل الخدمات، لكل المرافق في المجتمع، وحقوق مختلفة سنعود الحديث عنها. ولكن بداية، الجمعية كان لها احتفاء استباقي لهذا اليوم، الزميل متوكل برير كان حاضرا ونقل لنا هذا النبض الاحتفالي باليوم العالمي للعصا البيضاء. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. تلك كانت قصة عصا النبي موسى عليه السلام. فما هي قصة العصا البيضاء التي يستخدمها المكفوفون في حلهم وترحالهم حتى أضحت عصاهم السحرية؟ وخصص يوم 15 من أكتوبر من كل عام كيوم عالمي للعصا البيضاء التي يستخدمها المكفوفون حول العالم كوسيلة تعويضية لهم، تدلهم على الطريق، تقيهم عثراته، وتخبر المارة بأن من يحملها هو إنسان كفيف. وفي ذلك ما يوفر فرصة ذهبية لمن أراد التطوع وتقديم الدعم والمساعدة المختلفة. كما هو معلوم أن العالم بيحتفل في كل 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للعصا البيضاء، والعصا البيضاء هي هذه العصا التي تعين الشخص الكفيف في التعامل مع الحركة في الطريق ما إلى ذلك، في قطع الطرق، في المواصلات ما إلى ذلك، في كل شيء تعينه على الحركة وتعينه على التعرف على الأشياء التي بجانبه. أما قصة العصا البيضاء فقد بدأت حينما أصيب الصحفي البريطاني جيمس ويغز بالعمى جراء حادث سير العام 1921، فاستعمل عصا خاصة به تساعده في السير باللون الأبيض، وهي عادة ما تصنع من معادن خفيفة أو من مادة البلاستيك، ويسهل طيها عندما لا تدعو الحاجة إلى استعمالها. ومؤخرا ظهرت أنواع منها تستخدم التكنولوجيا المتقدمة مزودة بحساسات ترشد الكفيف حال اقترابه من مواضع الخطر. عندنا تدشين لمعهد النور، معهد النور 2، الحلم الكبير او الحلم الفسيح زي ما احنا بنقول، طبعا لانه معهد النور ده الشغل الشاغل حاليا، في معهد وحيد في السودان لتعليم المكفوفين في مرحله الاساس. نحن محتاجين انه ندشن ونبني معهد النور الجديد عشان ما نقدر نوفر عدد مقاعد اكبر لعدد كبير جدا من المكفوفين المحتاجين انهم يلتحقوا بالسلم التعليمي. حسب آخر إحصائية عالمية أجريت العام 2017، فإن عدد المكفوفين حول العالم بلغ 35 مليونا تقريبا. أما في السودان فقد بلغ عددهم 200 ألف تقريبا حسب إحصائية غير محدثة. ومع زيادة أعداد المكفوفين عالميا ومحليا واختلاف أسباب إعاقتهم، فإنهم ما يزالون يصنعون واقعهم الخاص بهم ويعيشون تجربة حياتهم بكل رضا ونجاح، قدموا خلالها للآخرين قصصا ملهمة أصبحت حديث الناس في شتى المجالات، متجاوزين بذلك
مصاعب ومتاعب الإعاقة وما يترتب جراء ذلك من مفاهيم خاطئة عند بعض ذوي الفهم القاصر، جعلت من أصحاب تلك المفاهيم مكفوفين فاقد الإنسانية. احنا كاتحاد بنطمح بانه نوفر عصايه لكل كفيف في كل انحاء السودان، ومن هنا بنناشد الجهات المختصه ديوان الزكاه والمجلس القومي وغيرها من الجهات توفر لنا عصايات للاشخاص ذوي الاعاقه والاعاقه طبعا البصريه، احنا ده اللي بيهمنا. وعندنا طبعا افرع في الولايات، عندنا 15 فرع او 15 ولايه كلها بها اتحادات وكلها بها اعضاء يحتاجون الى هذه العصايه اللي يحملونها. والاتحاد بتاع المكفوف القومي السوداني عنده مشاريع كثيره تعليميه ثقافيه اجتماعيه، وبرضه احنا بعبركم عبر قناه الشروق بأن نعلن أنه إن شاء الله في أول نوفمبر حيكون التدشين أو ختام الاحتفالات باليوم العام للعصا البيضاء بولاية نهر النيل الدامر ملتقي يلات المكوفين إن شاء الله. لكن ذلك يبقى مرهونا بتكثيف الجهود الرسمية والشعبية في كيفية الاستفادة القصوى من طاقات ومواهب المكفوفين بمختلف أعمارهم وشرائحهم بإدماجهم مجتمعيا وتوفير وسائلهم الخاصة في التعليم والصحة والتأهيل، مع التأكيد على حقوقهم الكاملة اجتماعيا ومهنيا وقانونيا، وصولا إلى سن تشريعات تؤمن بحقوق المكفوفين كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى دون تمييز. شكرا جميلا للزميل متوكل، ونحن معك نحمل ذات الأمنيات بأن توفر كل الحقوق لذوي الإعاقة. وفي حديث خاص اليوم لأصحاب تحدي الإعاقة البصرية، مرحبا بك من جديد دكتور محمد سعيد، ونحن نحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء. ما أهمية هذا الاحتفاء وما يمكن أن يعنيه في حديثنا عن العصا البيضاء؟ والله يا أخي الاحتفال بالعصا البيضاء حاجة مهمة جدا. كل الجمعيات، كل المنظمات، كل الاتحادات لمادة حريصة جدا على الاحتفال أو تنظيم فعاليات بمختلف الأشكال لتوعية الشارع، لتوعية كل الناس المارين في الطريق بأنه في ناس معاقين أصحاب إعاقة بصرية محتاجين للمساعدة في قطع الشارع، في إمكانية الوصول. الاحتياج ما احتياج مادي، يعني دائما الناس للأسف كلمة احتياج طوال تفتكروا إنه احتياج مادي، يعني احنا محتاجين نرفع الوعي، نزكي الوعي بتاع الناس، نوريهم إنه في معاقين موجودين في المجتمع، الناس محتاجة توفر لهم الوصول الآمن أيا كان شكل الوصول. يعني أنا مثلا عندي إعاقة حركية، أجي ألقى في طريق أقدر أصل به بصورة كويسة، أنا معاق سمعيا ألقى السماعة أو ألقى زول يقدر يفهم لي لغة الإشارة. فالشغل بتاعنا شغل بتاع وعي، ومن هنا أنا بحييكم قناة الشروق وكل القنوات وكل الإذاعات وكل الوسائل الإعلامية المتفاعلة معانا، وفي ناس مهمين جدا لازم نشكرهم، رجال الشرطة، رجال المرور، دائما بنلقاهم معانا في احتفاءاتنا واحتفالاتنا بتاعت العصا البيضاء. ودي واجبات يعني، ودي حقوقكم الأصيلة اللي ما بنستحق عليها الشكر. لكن بما أننا نحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء، هي أيضا مساحة للإرشاد والجوانب التعريفية بالعصا البيضاء والإشارات المختلفة، فخلينا مباشرة الكاميرا أمامك نقول لكل اللي بيشاهدونا، هي 5 إشارات للعصا البيضاء، كيف يمكن أن نتعامل معها اللي بيشاهدكم في الطريق؟ عندنا 5 علامات يفترض أي زول يكون بعرفها باستخدامها، سواء كان معاق أو غير معاق. حتى في القوانين بقت في الرخصة لازم القوانين دي تتفعل وتكون ضمن الامتحان، يعني أي سائق مركبة عشان ما يطلع الرخصة لازم يكون عنده إلمام بالعلامات 5 بتاعة العصاية الجميلة اللي ما بنقدر نفارقها ولا بتفارقنا، يعني دائما الزول طالما هو براو لازم إنه تكون معاه العصاية زي ما أنتم شايفين. والعصاية في منها أنواع، دي عصاية عادية، في عصاية فيها هزازة إذا أنا كنت متحرك بها في نازل لتحت أو بتاع أو في حجر أو بتاع بتديك إشارة، في كذلك تغنيات إنه العصا ذاتها تكبر صوتية. فعندي 5 علامات، في 2 لو أنا داير أقطع الطريق أنا براي. أول حاجة مثلا إذا أنا داير أقطع الطريق بمفردي بتحسس إنه أنا أكون دائما في طرف الشارع، بعد ما أتأكدت بصورة تمام من موقفي بقوم بمد العصا بصورة هكذا
دي كده انا معناها يفترض اي عربيه، يفترض اي شخص سايق عربه يفسح لي المجال انه انا اقطع الطريق بمفردي. اذا كنت محتاج لمعاون بمدها 45 درجه بمحاذاه الرجل اليمنى، واليد الثانيه بتكون اليد اليسرى بتكون بجواري، لكن بتكون ملامسه للارض، بتكون ايوه ملامسه للارض، بكون ماسكه كده ويدي بجوار الجسد بتاعي. الشخص الداري يقطعني الزلط او يقطعني الطريق بيجي بيمسكني من يدي الشمال، يعني نصف اليد الشمال، وبيعبر بي الطريق لحد ما اصل للصائد الثاني. دي العلامتين اذا انا كنت داير اقطع الطريق، سواء كنت بمفردي او سواء كنت محتاج لمساعد. عندي علامتين لو كنت انا داير مركبه، اذا كنت داير مركبه عامه يفترض اكون ماسك العصا بيدي اليسرى، تكون زاويه قائمه وبلوح بيدي اليسرى ويدي اليمنى هكذا. اي مركبه عامه يفترض انها تقف لي لحد ما اركب بصوره امنه. لو كنت داير مركبه خاصه تاكسي ركشه ما الى ذلك، بكون ماسك اليد برضه 90 درجه بيدي اليمين وبلوح بيدي اليسرى، يفترض العربيه الخاصه تقف لي. العلامة الخامسة لو أنا كنت مثلا في محل وفقدت الاتجاهات أو فقدت البوصلة، يفترض إنه العصاية بتاعتي أرفعها لفوق كده. أي شخص شافني أنا رافع العصا لفوق فيجيني بصورة ريلاكس، يجي ياخذني ويوجهني الوجهة اللي أنا دايرة. فدي خمسة علامات مهمة جدا، يفترض أي شخص كفيف لازم يحمل العصا ويكون ماشي بيها، وهذا بعين دليل إنه الشخص ده كفيف. يعني لما أكون شايل العصاية دي، يعني عندنا كمية من الناس ما عندهم إعاقات بصرية ظاهرة، فبالتالي العصا دي على الأقل بتميزك. وصراحة زي ما في التقرير قبل شوية، العصاية بقت غالية جدا. زمان كان ديوان الزكاة والحكومة كان بتوفر العصايات، لكن حاليا العصاية بقت غالية، تقريبا سعرها ما أقل من 8 إلى 10 ألف جنيه، اللي هي ما يعادل قرابة $20. والشخص في السنة بيحتاج له 3-4 عصايات يفترض إنها تكون عنده أو حيستهلكها، لأنه في النهاية حاجة بلاستيكية وفيها خيط، يعني قابل إنه يتقطع، قابل إنه يتفك. فبالتالي محتاجين كل الجهات تتضافر عشان ما تكون العصا موجودة الحاجات دي. جميع نحن يعني معاك بنحمل ذات الصوت في إنه كل الجهات الحكومية، كل المنظمات للمجتمع المدني تتضافر في توفير عصا لكل واحد من أصحاب تحدي الإعاقة البصرية، ودي حقوق، يعني أبسط الحقوق اللي يمكن أن توفر. فنحن اليوم في حديثنا عن الاحتفاء ده عايزين نتحدث عن الحقوق عموما. يعني الآن بنتحدث عن حق الوصول، نعم. في جانب آخر مهم هو الحديث عن حق التعلم، ويمكن التعلم بلغة برايل أو غيرها من أشكال التعلم للوجود والاندماج مع الموجودين في المدارس حتى المختلفة، بيحتاج يعني من الجهود الحكومية والجهود المجتمعية تثقيف في جانب المجتمع وجانب لأنه تكون هذه الحقوق متوفرة لي. فخلينا برضو نضيع على هذا الجانب. الحق في التعليم ده حق أصيل لكل شخص، وعندنا زميلة من هنا بقدم له التحية، الأمين العام لجمعية خريجي جامعة الخرطوم أستاذ أحمد محمد أحمد أرباب. حيوة. عنده مقولة جميلة دائما بيقول لك نحن المكفوفين رأس مالنا علم. أنا اتعلمتها معناها أمان لي من الفقر، أمان لي من التسول، أمان لي من أي حاجة. والحمد لله يعني عندنا نحن في جامعة الخرطوم بنفتكر نحن الطبقة احتمال نكون المستنيرة. عندنا في الجامعة أكثر من 10 أساتذة موجودين في جامعة الخرطوم. من هنا نحن برضه بنحيي جامعة الخرطوم باعتبارها هي الجامعة الأم. عندنا 10 من المكفوفين، وأنا دائما قاعد أقول لهم يعني الناس الأوائل ما كانوا نايمين في بيوتهم لحد ما وصلوا للحاجة دي، والحمد لله كل مرة الجامعة بتفيد المجتمع بعدد من العلماء، بعدد من الخبراء في كل المجالات. فبالتالي الحق في التعليم دي حاجة أساسية. يعني عندنا الجمعية بتاعتنا جمعية خريجي جامعة الخرطوم تأسست في العام 2007، الهم الأساسي اللي نحن جينا به إنه خدمة الأشخاص المكفوفين فيما يتعلق بالتعليم بالتدريب. الشخص بعد ما يتخرج من الجامعة هو محتاج لبعض الكورسات، سواء في الحاسب الآلي، في اللغة الإنجليزية، في العمل الإداري، عشان يكون جاهز لسوق العمل. وبالتجربة يعني أثبتت لنا إنه أي شخص هو كان جاهز الفرصة حتجيه، والحمد لله يعني معظم شبابنا توفر الوسائل يا دكتور محمد. الوسائل المعينة، يعني أنا من خلال ظهورنا ووجودنا في الإعلام قاعد أقول لهم أي كفيف عنده هاتف ذكي، عنده كمبيوتر
لابتوب او كمبيوتر ثابت ده ما كفيف. انا في تقديري نهائي انا ما بعتبره كفيف، لانه من خلال التقنيتين ديل الحمد لله يعني احنا بندرس في الجامعات، بنشرف على بحوث، على رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، بنعد البحوث. يعني قبل 12 سنه يعني كان لو كلفوك تكتب لك سطر واحد عشان تلقى الشخص اللي بيكتب لك يعني بيكون معانا. يعني حاليا ددنا الاستغلاليه بتاعتنا و بقى يعني عندنا صيغه كبيره في نفسنا عشان الشخص يقدر يتعامل مع الحاجات بصوره كويسه. والحمد لله ومهم السنه دي عندنا اثنين من اولادنا المكفوفين كانوا جايبين من التسعينات، يعني عبد الهادي جايب 93 وتكلم عن توفير البرايل والكتب، زمانك ما كانت موجوده عن طريق الطابعات بتاعت برايل وما الى ذلك، استطاع يحرز 93.6. وعندنا طالب ثاني جايب 91 السنه اللي فاتت، كان عندنا طالبه جايبه 96، يعني كانت من العشر الاوائل. فدي كلها بفضل التغنيه وبفضل وقفه الاسر والمجتمعات. فالتكنولوجيا بجد ساعدتنا، وزي ما قلت لك انه التعليم ده حق بالنسبه لكل شخص، ومهم ومهم انه نعم حتى في اطار التحديث. عشان كده احنا طمعانين الليله انه يكون عندنا بجد مبادره لبناء معهد النور اثنين في ولايه الخرطوم، دارين في كل ولايه انه يكون في معهد بتاع نور. يعني الشخص الكفيف وعدد المكفوفين ما شاء الله ماشيين في زيادة ما تسحرونا، لكن ما شاء الله يعني نحن والله نحن معاك بنتبنى المبادرة وبنسأل يعني كل اللي بيشاهدونا إذا كان في الجانب الحكومي أو في جانب المجتمع إنهم يدعموا هذا الاتجاه في وجود معاهد مختلفة للتعلم، ومعهد النور تكون منه أفرع مختلفة لمواجهة هذه التحديات اللي بتواجه أصحاب تحدي الإعاقة البصرية وغيرها من ذوي الإعاقة. نحن نتمنى إنه دائما المجتمع يكون حريص على هذه الحقوق. وتحدثت عن إنه هو البناء في إطار التوظيف، وحتى لو جينا في حديث الوظيفة أو الوصول حتى للخدمات فبنجد مشكلات مختلفة أبسطها يمكن مصفوفة البناء بالنسبة لأصحاب التحدي الإعاقة البصرية. فخلينا برضو نتكلم عن الجانب ده في جانب البناء وإطار الخدمات والتوظيف. والله يا أخي محتاجين، يعني كود البناء حاجة مهمة جدا. يعني أنا كمعاق من حقي أنه أجي أتخشى أي مرفق ألقى أنه في الباب اللي ممكن أخش بيه، من حقي أصل للمعلومات، المكتبات تكون إلكترونية، تكون في أجهزة تتوفر لكل معاق ايا كان شكل الاعاقه. يعني احنا الليله احتمال اليوم شويه عنده خصوصيه بنتكلم عن المكفوفين، لكن احنا دارين كل معاق يلقى حقه صح. امكانيه الوصول، يعني بالذات انا قاعد اتكلم في حاجه كثيره اللي هي الوصول مرات للصرافات الاليه، التعاملات الماليه. يعني زي ما عارفين التعامل المالي فيه خصوصيه، يعني انا دار امشي الصراف الالي، يعني ما بحتاج الحله كلها تعرف انه فلان محمد سعيد الليله ماشي يصرف قروش صح، اجي افتش فلان يلا كم معاي. وكان عندنا مساعي كبيره مع بنك السودان ولسه لا تزال موجوده في انه داري المعاق الحركي يجي يخش الصراف الالي يكون في مدخل خاص به. انا ككفيف في برنامج اللي هي مصفوفه البناء الموجوده نعم في الاتفاقيات، خلينا برضو كل الاتفاقيات لها. السودان الحمد لله مصادق وموقع على كل الاتفاقيات اللي بتتعلق بامكانيه الوصول بتوفير الحقوق بتاعت المعاقين. فنحن محتاجين كجمعيات وككيانات ومجالس انه نفعل الحاجات دي والناس تسوق حقوقها وبدرجة كبيرة. يعني أنا بفتكر يعني في مجال التوظيف، يعني حس إن إحنا دائما في جمعية الخريجين المعاقين عندنا الناس الحمد لله بيشتكوا من إنه ما في وظائف. نحن بنشتكي أو ما بنقول بنشتكي، لكن لما نكون عندنا فعاليات معظم ناسنا الحمد لله شغالين، ما عندنا ناس متفرغين مثلا للعمل الطوعي. يعني إحنا بنستقطع من زمننا، بنستقطع من تفاصيلنا عشان نقوم بالبرامج دي. فتقريبا عندنا 95-96% من اعضاء جمعيه خريجي جامعه الخرطوم حاليا هم موظفين في الخدمه المدنيه، الموظف في جامعه في الشركه. لكن نعم عايزين نشير لانه موضوع التوظيف لاصحاب تحدي الاعاقه البصريه هل هو يعني موفر موجود نسبته؟ النسبه يفترض 2% كحد ادنى من الوظائف. هي 2% مجزيه؟ ما مجزية، بس احنا يعني نشر للجوانب في التقرير بنتكلم انه عندنا 35 مليون في العالم، عندنا 200 الف في السودان، وزي ما قلت لكم ماشيين في زياده بحكم دول العالم الثالث، لسه عندنا زواج الاغارب، عندنا المشاكل، الحروب، ما الى ذلك. فالاعداد بتاعت الاعاقه ماشيه في زياده، فبالتالي هي 2% يعني ده الحد الادنى. ونحن بنطمع للزياده، لكن برضه نحن عشان نكون منصفين حزاته بنطالب ابنائنا المعاقين يكونوا جاهزين، عشان الواحد لما تجيه الفرصه يكون جاهز، لانه عدد الوظائف اللي قاعد تتوفر في العالم كله ما في السودان
ما الحاجة السهلة، والعالم حاليا بقى ماشي للشغل الخاص، ماشي لحاجات كثيرة. فأنا كمعاغ لما تجيني الفرصة يفترض تجيني وأنا جاهز. وده الكلام اللي ابتدرته معاك قبيل في حديثنا عن إنه هي الوظيفة نفسها يحتاج منكم جوانب للتقنيات المختلفة، ودي عايزين نضيء عليها في اليوم ده. يعني حتى يعني الآن بيسمعونا من أصحاب تحدي الإعاقة البصرية، عايزينك تقول لهم يعني التقنيات معينة يمكن هي من خلالها تساعدهم في إنه هم يعني يتعلموها يكونوا موجودين في سوق العمل. يعني والله زي ما قلت لك قبل، يعني أي عميان عنده كمبيوتر أو يجيد استخدام الحاسب الآلي بيجيد استخدام الهاتف الذكي، لأنه حاليا الهاتف الذكي لي أنا كشخص كفيل ما هو رفاهية ولا وسيلة بتاعت تواصل اجتماعي. يعني أنا كل شغلي ممكن يكون في الهاتف الذكي بتاعي. يعني أنا الحمد لله أستاذ في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وهي برامج مختلفة. يعني أنا بقصد التطبيقات والبرامج التطبيقات إذا توفرت الحاجتين دي للهاتف الذكي والكمبيوتر، بعدها في تطبيقات الناس ممكن تتواصل معانا في جامعة الخريجين، ممكن عن طريق اتحاد المكفوفين. كل البرامج دي ومعظمها بقت مصادر مفتوحة مجانية. يعني عندكم صفحة موجودة على عندنا صفحة في الفيسبوك اتحاد المكفوفين في بحري في المؤسسة، محل النور في بحري برضو جنب السينما الوطنية، جامعة الخريجين مقرنا نحن في إدارة شؤون الخريجين جامعة الخرطوم، لو جيتوا المكتبة الصوتية جامعة الخرطوم، في جامعة النيلين برضو في مكتبة صوتية. فالمعلومة بقت ما صعبة. يعني أنا من خلال تجربتي، أنا كان عندي تجربة قبل تقريبا 6-7 شهور كان في وظائف في جامعة السودان قدمتها، وأنا شخص كفيف ومعروف أن الوظائف تحت الجامعات ما الحاجة المتاحة، وبتكون وظيفة أو وظيفتين قاعد تتفتح في سنة أو في سنتين، فما حاجة سهلة. فالحمد لله قدمتها، شلت معي لابتوبي، تلفوني الذكي، شهاداتي. فالحمد لله يعني كان لي الحظ انه انا الاستاذ المساعد تم اختياره. حاليا انا لي 6-7 شهور استاذ في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا. وانت نموذج وقدوه للجميع في موضوع يعني السعي بتحدي وبقوه وغيره. يعني احنا جوانب مختلفه للحقوق بنتحدث عنها، خلينا برضو ننتقل للحق الصحه. ودي يعني هي احنا بنتكلم عنها من الاتفاقيات اصلا هي موجوده حتى لضعاف البصر غير انه للمكفوفين فقط. ايوه ده واحد برضه كمان من الحقوق المهمه جدا، الحق في الصحه. في شغل الايام اللي فاتت كنا شغالين فيه مع مجلس الاشخاص ذوي الاعاقه ولايه الخرطوم مع التامين الصحي في انه توفير بطاقات علاجيه للاشخاص ذوي الاعاقه. يعني كان بدا في البدايه المشروع حيكون 800 بطاقه، الاسبوع اللي فات تقريبا وصلوا 3500 بطاقه تم توزيعها للاشخاص المكفوفين عن طريق المحليات بتاعتهم. ودي مبادرات وشغل كويس. عندكم بيانات يعني موجودة. الاعمال دي ترتبط بالبيانات بشكل كبير. نعم عندكم يعني من خلال الاتحادات، يعني دائما نحن بنقول لهم اول مجالس انه يفترض تكون في داتا وتتم تحديثها بصوره بالضبط دوريه. على الاقل لما نجي اقدم لك الخدمه، لما نسالك انتم عددكم كم، انا لما اكون ما عارف، فدي اشكاليه. يعني دائما في اي دراسه في اي مشروع لازم يكون في احصائيات، وما احصائيه بس انه معاقين، لا انا داير اعرف نوع الاعاقه ذات، لانه اعاقتي واعاقه زميلي الثاني هو برضه معاق بصريا لكن اشكاليته قد تختلف. احتياج المعين اللي هو محتاج له يعني ما نفس المعين اللي انا بحتاج له. يعني العصاية اللي نحن شايفينها هنا في عندنا معظمها تقريبا بالطول ده، برا العصاية دي زي النظاره بتمشي للاخصائي او لما الى ذلك، بياخذوها منك بمقاسات، لانه انا لو شخص طويل والعصايه بالنسبه لي يعني انا ممكن تعمل لي مشكله بتاعت غضروف. هي الموجوده كلها نفس الطول تقريبا يعني معظمها. يعني طالب بيقرا في اولى اساس يكون شايل نفس العصايه اللي انا شايلها وانا زول طولي 170 او 180، دي مشكله صح. يعني ممكن تعمل لك اشكاليه. فالعصايه دي ذاته يعني ما عصايه انت بتكون شايل، يعني حتى عندها طريقه بتاعت تعلم منك كيف تمشي بها، كيف تكون ماسكها، بتمسكها بصوره معينه. يعني عندنا كورسات عديد في تعليم العصا، دي مفترض تكون وفقا لاعمار الاطوال. ايوه الاعمار بتتاخذ بمقاسات، يعني زي اللي قلت لك بتمشي زي المشي للبصريات او لسماعه بتاعت اذن او ما الى ذلك، عشان انها تحقق لك الامان يعني 80-70% من الامان بتاعي في الحركه في الشارع عن طريق العصب تحتي. لكن احنا هنا بنفتقر لكل الجوانب دي في حياتنا. والله يا اخي يلا بعد السعي الاتحادات الجمعيات المجالس الناس تشتغل، ودي مناسبه جميله. يعني احنا حبينا انه عشان الليله دارين نروج للبرنامج الكبير اللي كلكم مدعوين فيه، كل المشاهدين كل الناس القريبين من بحري يا ريت يكونوا معانا حضور في معهد النور
تكريم عدد من الطلاب اللي تفوقوا في الصف الثامن وفي الصف الثالث الثانوي، وتكريم رمز من رموز الإعاقة، أنا بسميه أبو المعاقين أستاذ فاروق خليل، الرجل اللي علم المكفوفين الحركة، علمونا الإنجليزي، اللغة صحيح. اليابانية، الرياضيات، فبيستحق التكريم. فبيستحق التكريم، وعندنا زي ما أبو شايف في التقرير إنه الليلة عندنا مبادرة لبناء معهد النور 2، يعني معهد النور في السنة بيقبل لهم 10 أو 12 طالب، وفي يعني الطلبة البقية في طلبة قد يتم استيعابهم في المدارس القريبة لنا، المدارس الدامجة، وفي طلب قعدوا في البيوت، فدي بتخلق لنا إشكالية كبيرة جدا. فبالتالي نحن محتاجين زي ما قلت قبل إنه في أي ولاية يكون عندنا معهد نور، عندنا مركز مركزين، عشان على الأقل الشخص الكفيف ده ما يكون شخص عالي على المجتمع. حيكون عندنا فعالية حتنطلق الساعة 10 بمعرض لمدة ساعتين، بعد البرنامج الرسمي حيبدأ الساعة 12 أيوة في معهد النور. كذلك أخواننا في اتحاد ولاية الخرطوم برضو عندهم فعالية، أخواننا برضو في دنقلة، الليلة كل السودان ممكن أقول لك في كل الاتحادات الليلة محتفل، أخواننا في كوستي امبارح أنا بتكلم معاهم، أخواننا في زالنجي برضو ليون 10 من يوم 10 بدوا شغل بتاع مصنوعات جلدية مع اتحاد المكفوفين القومي، والليلة عندهم يوم احتفائية برضو مناسبة العصا البيضاء، حيكون معاهم تقريبا الوالي والمرور وما إلى ذلك. حيهم جميعا طبعا، نحن بنحييهم بنحيي كل العالم وكل الناس اللي بتحتفل بالعصا البيضاء. محمد سعيد إنه الاحتفاء يكون فعلا إضاءة على حقوق أصحاب تحدي الإعاقة البصرية، يكونوا نحتفل عام القادم وهم يعني في سعي في هذا الجانب من الجهات الرسمية والجهات الشعبية في توفير هذه الحقوق. وبنقول لكم من جديد كل عام وأنتم جميعا بألف خير. شكرا لحضورك صباحا اليوم دكتور محمد سعيد عمر، رئيس جمعية خريجي جامعة الخرطوم ذوي الإعاقة، وكان حديث عن اليوم العالمي للعصا البيضاء اليوم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، وشكرا لقناة الشروق، وإن شاء الله نكون كلنا ضيوف خفيفية الظل عليكم. بالتأكيد، شكرا لك.